في حياته وفي مشاريعه وفي كل حاجه كيحط في يديه الا وكيتم تيكون النجاح والتوفيق باذن الله. احنا اليوم فرحانين لان هذه محطه تاريخيه بالنسبه لنا كمغاربه. اذا هنيئا للتجمعين وهنيئا للمغاربه باجمعهم انه وضعوا فينا اولا الثقه. وراك شفتوا العدد الهائل ديال المغاربه اللي توافدوا على صناديق الاقتراع بكثافه البارح، وهذا كيبين على كاين واحد الثقه وكاين واحد العمل اللي كان جبار طيله 5 سنوات اللي من خلاله السي عزيز خنوج معيه اعضاء المكتب السياسي وكذلك منظمه الموازيه منها المراه والرياضه المراه عفوا والشباب الى غير ذلك، باش تم واحد التواصل مع كافه المغاربه اللي العدد ديالهم كان كيفوق 300 ألف مواطن ومواطنة، اللي من خلال هذه اللقاءات يعني تم تطلع على عدد من الإكراهات اللي كيعيشوها، المشاكل اللي كيعيشوها، الهموم اللي كيعانيوا منها، وكذلك الأحلام والتطلعات ديالهم. إذا مرة أخرى هذه مناسبة باش نهني جل المغاربة على هذا النجاح وعلى هذا الانتصار، وغادي يعني تنأكد لكم أن جل هذه المشاريع اللي قدمها التجمع الوطني الأحرار غادي تم تنفيذها وتحت القيادة الرشيدة ديال صاحب جلال نصره الله.